السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قادر غل المحجلين الميامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. حلقتنا اليوم عن حكم الاستهزاء بالله أو رسله أو كتبه. كتير من الناس أصبح عنده الموضوع ده سهل إنه يتكلم فيه، وأصبح الاستهزاء بقصد أو بدون قصد من نوازل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول وبالله التوفيق، إن كان هذا العمل ولو على سبيل المسخ، ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قراء القرآن. فنزلت في مثل هؤلاء، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية. فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانة بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق. فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يستغفره، وأن يصلح عمله، بل ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. للأسف نرى كثير من الشباب بيستهزئوا بشكل غريب. لو واحد قال لواحد يلا يا عم نصلي، يقول له يا عم يوم القيامة قول لي ما تعرفنيش، أو ربنا يجعلنا شعرة في صدرك، قال يعني هي الجنة اتخلقت عشانك أنت بس. ونسمع كلاما لا يدل إلا على جهل، ولا يدل إلا على جهل من يتكلم به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عظموا أمر الله، عظموا ربكم ورسله وكتبه وملائكته. إياكم بالاستنقاص أو بالتكلم بسخرية لإضحاك الآخرين عن الله أو عن رسوله أو عن كتبه أو عن ملائكته. يا جماعة، للأسف بعدنا كتير عن الله وعن سنة محمد بن عبد الله، وأصبحنا للأسف نرى من الشباب ما يدمي العين ويحرق القلب ويفتت الكبد على ما نراه من حال هذا الشباب. للأسف فكثير من شباب أمتنا يشكلون خنجرا في قلب هذه الأمة، بل هم من أعانوا على الاستهزاء بديننا، بل هم من أعانوا الغرب أو ما يحدث في فرنسا الآن على ما نحن فيه. فلو رأى هؤلاء
صلابة في ديننا ما تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول نسأل الله العفو والعافية. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.